انت عندك ميزه كويسه جدا بصراحه، عندك ان انت بتطلع بالكره تحت ضغط. يعني صناع الالعاب كتير بيبقى عندهم مشكله في الضغط لما يضغط عليه من اول الملعب، انت ما عندكش المشكله دي. الكوتش اشرف اتكلم معاك في الموضوع ده، طلب منك الموضوع ده ولا ايه الفنيات اللي طلبها منك؟ ده حصل، دي حقيقه فعلا. طلب مني ان انا ابقى كنترول على الملعب، وكابتن اشرف بوينت جارد، فيعني هو هيفيدني جدا في الحته دي. لا غير طبعا يعني لما يكون مدرب في نفس مركزك فهيديك نصايح، تعليمات، نصايح. هو كان عشر فدي، فده شرف ليا ان انا طبعا اتمرن. لعبت النهارده انت يا محمد؟ الحمد لله اول ماتش. ايه الاخبار؟ الحمد لله، يعني انا طبعا سعيد جدا بالعوده وان انا اول ماتش وفي النادي. دي برضو حاجه ان انا رجعت الصاله تاني في الاهلي وبتاع. انت معاك في نفس المركز مودي الجرحي، معاك حاتم بحيري طبعا والله جامد جدا يعني، ودي برضو ميزه ليا ان انا في التمرين ان انا بلعب مع اسامي ومودي وحاتم واثنين منتخب مصر. فالتمرين انا بستفيد في التمرين، فلما بنزل ماتشات بقى اللي هو يعني تمرين جامد، فبنفس الاداء اللي هاديه في التمرين هاديه في الماتشات. خلي بالك انت يعني من اللعيبه المؤدبين كمان خلقيا يعني، فانت يعني ان شاء الله يعني مش هتاخد وقت تاقلم مع الفرقه، ويمكن الخبرات اللي انت خدتها في 3 سنين هتدخلك بسرعه. انت اكيد لعبت قصاد الاهلي كذا مره. في 3 سنين كنت بلعب قدامهم، وكمان انا قبل ما امشي كنت بلعب، انا ما لحقتش حاتم، بس كنت بلعب مع مودي فاول ما طلعت فيعني ولعبت مع نص الفنيونس، اغلب الناس القديمه اللي موجوده لعبت معاهم. ف الاجواء مش جديده عليا طبعا، النادي الاهلي غير اي حاجه طبعا. بس يعني انا عشت الاجواء دي قبل كده، فان شاء الله اتاقلم ان شاء الله محمد باذن الله. والحمد لله النهارده اول ماتش اهو، ان شاء الله الماتشات اللي جايه كتير، والكوتش اشرف هيديلك كتير ان شاء الله يعني. اتمنى ذلك ان شاء الله.